قصيدة أنا ذكرتها باللقاء الماضي، لكن أنا ما أمل من ذكرها في أي لقاء في أي مجلس. أقول يا ربنا بطلبك يا رب طلبة، طلبة فقير ما تسوى الزهاب، ارزقني بر أمي يا ربي وحبه، واجعل لي التقدير عند القراب، يا مدور الصافين أصغ وتنبه، ما مثل قلب أمك ولا له مشابه، ألم يا جاهل علوم المحبة، غيث تهامل من بطون السحابة، غيث تهامل من بطون السحابة، وصابها المبعوث على أمر ربه، أمك وثم أمك يا راع الوجابة، ثم أمك اللي يا مشي تعبه، لطحت تلقى في مطاحك عذابه، غاية رضاها عادة مستحبة، لا والله إلا عند الأعلى حسابه، لا والله إلا عند الأعلى حسابه. وصلاة ربي عد مهب هبة على النبي وله وكل الصحابة سلامة السلام. يا سلام صح بذنك طرح مك الله. والله ما ودنا يوقف يا ابو ابراهيم. منو؟ ايوه انا اقول خليه يواصل. ها؟ احنا لما الحوق علينا احنا الضيوف ابدا. الله يشرف مقدارك، جزاكم خير. نبي يعني